الحمد لله كانت مباراة كثير كويسة، بس ما كان فينا حظ بتسجيل الأهداف. قدر الله وما شاء فعل، إن شاء الله بنعوضها في المباراة الجاية مع الإمارات، وربنا إن شاء الله بكتب لنا التعادل. كانت يعني في المباراة شيء مهم بالنسبة لحارس المرمى، بالنسبة لي يعني إنه يطلع شباك نظيفة، يعني ما 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 يدخل مرمى أي هدف. بالنسبة لأي حارس شيء كثير كويس. الحمد لله ربنا وفقني وكنت على قد المسؤولية. إن شاء الله في المباراة الجاية مع الإمارات لا بديل عن الفوز. الفوز وإن شاء الله ربنا بكتب لنا التأهل للمرحلة الجاية. أكيد مهم لأي منتخب يتأهل لأولمبياد طوكيو. يعني هي الهدف، أكيد هدف المشاركة تأهل لأولمبياد طوكيو والحصول على الكأس إن شاء الله. رسالة للجميع، نتمنى تأزرونا في المباراة الجاية ضد الإمارات وتكونوا معنا، وإن شاء الله بنفرحكم بالتأهل للمرحلة الجاية. يعطيكم العافية.